جدران لا تقي برودة الشتاء أو حر الصيف، أسقف آيلة إلى السقوط وأبواب ونوافذ مهترئة ترسم صورة قاتمة لروضة الطفل السعيد التي لا تحمل من اسمها سوى ابتسامة أطفالها رغم المعاناة. الروضة الحكومية الواقعة في منطقة نائية غرب مدينة الخمس اضطر الأطفال للتأقلم معها لسنوات رغم المطالبات المتكررة للجهات المعنية بالالتفات لاحتياجاتها العاجلة. المبنى القديم اللي موجودين فيه حاليا اللي كان يعاني لفترة طويلة من عدة مشاكل، وهو مكان يعني هائل للسقوط وظروفه كانت تعبانة جدا لعدة سنوات. الآن إن شاء الله انتقلنا للمكان الجديد اللي هي جزء من المدرسة التعليم الأساسي من الخلف. وضع دفع مراقبة التعليم بالخمس وإدارة رياض الأطفال لإلغاء استخدام هذا المبنى واستبداله بملحق منفصل بمبنى مدرسة مجاورة للتعليم الأساسي ليكون مقراً جديداً للروضة بعد تعهد المجلس البلدي بتوفير الاحتياجات الخاصة بالروضة من مستلزمات تعليمية وأثاث مدرسي. حل مؤقت يخفف من معاناة عشرات التلاميذ في ظل نقص حاد في عدد رياض الأطفال الحكومية خاصة في المناطق الريفية وارتفاع أقساط الرياض الأهلية التي لا يستطيع احتمال نفقاتها أهل الأطفال من ذوي الدخل المحدود. طبعا عندنا مشاريع المتوقفة ضمن جهاز تطوير مشاريع مازالت غير مفعلة. عندنا روضة الطفل السعيد اللي هي كان مبناها منتهي وقايل للإزالة، قدرنا نديره فيه حل محلي بإزالة المبنى وأعطائهم مبنى بديل في مدرسة التعليم الأساسي. مرحلة تعليمية مهمة تمنح الأطفال المهارات التحضيرية المهمة للنجاح المدرسي مستقبلاً، الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية إيلاءها قدراً من الاهتمام الذي يتناسب مع أهمية دورها.